كانوا من 86 تحت الحجر الأساسي في المكان المسمى وولزي هو سد فلاحي، ولكني من بعد في 2016 جابوا المترين حطوا في هذه البلاصه في تغروط نتمورغي في هذا المكان، ولاو ردوا ليه السميه سد سياحي وبدلوا ليه البلاصه، ماشي ديك البلاصه اللي كانت الانتظار ديال ساكنه تمستوشت وساكنه اي تمرغاد ككل او الساكنه ديال هذه المناطق. ومن بعد ها هو المكان المسمى تغزى، تعرضات لاغراق، متر لوفراج في الوضع غير قانوني وشركه في الوضع غير قانوني، راه ما تسواتش الوضعيه ديال الملاكين الخاصين اللي هما اصحاب الارض. كان الاعتصام في السد وكانت توقفات الاشغال، وحاولوا يديروا يعني شي تهديدات على مستوى المحكمه على مستوى الاخر، ولكن استمر هذا الاعتصام 57 يوم. هذا الاعتصام كيشاركوا فيه النساء والاطفال والرجال، يعني يوميا كتكون فيه 300 400 500 ما بين النساء وما بين الرجال، على ان خاص حقوقهم وخاص يعني هذا ديالهم، وتم الهجوم عليهم واعتقلوا فيه 11 واحد. انا كنعرف الا كان شي مشروع اللي باش يقولوا لنا مشاريع الكبرى ولا يبداو يكذبوا علينا ما يكذبوش علينا، وكنحملوا مسؤوليه للممولين الاجنبيين اللي عطاو التمويل لمشاريع ما جاوش باش يقربوا باش يشوفوا اشنو كيدار هنا. المشاكل اللي هي كبرى ديال التنميات المنطقه، كيفاش انهم غاي يعني يبنيو منتجعات ديالهم، يبنيو لي زوتيل الكبار على اساس اذا هاد المستفيدين شنو موقع ديال هاد السكان المنطقه، والمنطقه راه هي غنيه بالمعادن، غنيه بالفضه وبالذهب، يعني راه منطقه معروفه، ولكن انا طرحت هذه المشاكل اللي هي كبيره ومازال مستمر الملف. وللصالح سيدي محمد اللي هو من المقدسات ديالنا غادي يطرق، والقبور ديال المقاومه اللي هو في امازير المشرويط اللي هو واحد المقبره ديال المقاومين المجاهدين، ها هو مشات خربوها كامل، ما بقاوش ما عارفينش حتى فين كان العظام ديال جدودنا، والمقابر اخرى والسكان والواحه، وتصورتنا 10,000 واحد فين غادي تمشي. المآثير التاريخية ديال المنطقة راه كلهم تضربوا على صفر باش يفوتوا ليهم يديروا هنا فين غادي يبداو يديروا السد السياحي. حنا بغينا السد فلاحي، نعم لي السد، ولكن في ولزي ماشي في تغروط نتمورغي ماشي في تغزة. هاد السد راه كلها الساكنه غادي تكون الضحايا ديال هاد السد. عيت البرشت ضرنا خشوي ورا غتجينا جوينا ولا راد غعوض والسين ما تاويت داس نسوتور هنا وتدين غا كوين دينا دا السوف غنا يتخي متى تا ما زيرت حلا الا الدرا الا تمزين الا بضاضا الا خيزو الا كلشي الا نوامنا ود الدواشال معناه يا نجي الطاقه نغدونا كنستافد ولاني والو ورياد غاجين ولا راه غعاون لا سواق نبرا شفنا تينسن دامي هنا لا نجري الدواد ولا صافي صرخ سنغي في نغي تنا نزازا نزنز استمن ننرا راه غير تيلي معناها الخسران يجي يمشي لنا. ها هما
الرعاه الضحايا ديال السد ديال تودغاره كتلاحظوا حتى كانكاسور دايرينها حدا العين اللي الكسيبه كتموت بالسيليكوز. وتودغا هو واحد اللي هو كبير في المنطقه، ولكن هما اللي كيستهدفوا فيه هو الاراضي ديال الفلاحين وديال المهنيين الغابويين ديال الرحاله، لان تما فيه مناطق ديال الراعي وهذا فيه كتقدر ما بين 20 حتى 30 الف هكتار. انا كنتعجب فين غادي نمشيو دابا، غادي نتعضوا للانحراف ولا ما عارفين بغاو يصيفطونا؟ هاد الناس كيستغلونا بدون اي تعويض. من تمتش لسيدي عياد من 2017 كنا نتبعين الملف ديالهم مع مازين على غير نور واحد وجوج وثلاثه فورد بزاف، واللي هو واحد المشروع كبير اللي هو فيه ملايير وفيه مانحين بزاف. سيدعيات كقبيلة متواجدة منذ سنين طويلة بهذه المنطقة، والمجال الترابي لهذه القبيلة هذه كيبلغ تقريبا شي 30 ألف هكتار. في 2016 المشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تتغنى بها الحكومة المغربية أنها غتقوم بواحد المشروع ديال نور جوج ولا نور ربعة هنايا بإقليم ميدلت لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة، إلى أن هذه الساكنة كتعاني من واحد الحيف، من واحد الظلم، بحيث أن هذه الأراضي التابعة لهذه القبيلة هذه تم تحديدها إداريا وغابويا وتم انتزاعها من ذوي الحقوق، الشيء الذي حدا بهذه القبيلة باش تقوم بهذا الاعتصام هذا اللي أقامته منذ بداية مارس 2019 كشكل من أشكال الاحتجاج والظلم والحيف الذي طالها جراء نزع أراضيها وتقليص مجال الرعي التي كانت تستفيد منه من قبل. ونكون المهنة نغ تكسا دغاي المشروع اكسا غاتغني داني كسا، والمشروع دا يستخدمها براني وردا نخدم لكوني تا الكتيبة تموتا تكسنا غاتغني دا تعيش دان بنوش انت البركاتين راه انت سقلا عن المهم نكوني نتظلم المنطقه سيدي عياد تظلم الواشون هاد ضيع نكوني نضيع الوليد نغضيع ورغرين ورسين لا تدونا تسوق نضغي لا يزنزا شحال الحاجت ورسين شحال نصرف شحال الحاجت تيزنزا المهم ورسين الحساب ها الواشون غران ورغرين المهم لا نويد بين غير سني بردان السوق ابريد بي المهم نكوني ونتو حاسب ونلاو ننتظر المسؤولين هذا غرا عن ما ينلا نكوني اكون نلاو يوفا غيس نموت يوفا غيس نموت. بدينا اعتصام قلنا انه خصو يكون اعتصام ديال الفلاحين في 22 فبراير. يتم التضييق عليهم في كل مره يعني يحدث مشروع ياخذ مئات من الهكتارات تمنعهم من الرعي داخله، وكما شاهدتم راه كاين الكرياج دابا كيدور على هذه المنطقه هذه، بمعنى غادي يتم المحاصره ديالهم في واحد الرقعه ضيقه في وقت من الاوقات. وكيف كتشوفوا ان الساكنه كتعاني من انعدام ديال البنيه التحتيه، انعدام ديال مجموعه من الحقوق المدنيه اللي خصهم يكونوا كيتمتعوا بها راهم محرومين منها، حتى التمدرس ديال الابناء ديالهم ينعدم تماما.
عندنا حنا المشكل هنا ما كانش اللي قرينا وما بغاوش يجيبوا لنا المعلم، جابوا حتى الحجر قال كان بيني وركم شي عام هذه، وحنا كنتسناو باش نقراو والديا وما عرفوش ما عرفوش يحسبوا حيت ما جابولهمش المدرسه، حصلنا ما لقينا كي نديرو، خاصنا نقراو، بغينا نقراو، الدراري كلشي بغى يقرا ما لقينا فين نقراو، قرينا عام ومشاو خلاونا 3 سنين، واش هذه قرايه راه ماشي قرايه هذه، الناس كيقراو عام ورا عام، حنا قرانا عام، قراونا عام وخلاونا 3 سنين ما قريناش. هذا المشروع ديال مازين يعني خدا واحد المساحات تقدر ب 5000 هكتار، هو الشيء الذي يعني لم تستطغي هذه القبيله وقامت بهذا الاعتصام كاحتجاج على السلب والنزع ديال الاراضي ديالها بدون موجب حق، وهذه القبيله راه كتملك هذه الارض هذه بموجب عقود محرره بالقلم الفرنسي وخاتمه وبحضور يعني الاعيان وشيوخ القبائل التي كانت متواجده قبل الاستعمار. دارت واحد الجمعيه اللي كانت كتسمى جمعيه اولوز لمستعملي المياه المخصصه للاغراض الزراعيه، كانت هذه الجمعيه يعني كتصرف واحد مبالغ جد كبيره، لانها كانت كتشغل واحد المجموعه ديال المصاريف اللي هو مصرف ديال الساقيه الجديده ومصرف ديال الساقيه ديال تيميلت وهذا المصرف ديال تافرزس، كانت كتدخل واحد المجموعه ديال الاموال على اعتبار انها كانت كتكري المياه ب 15 درهم حتى 20 درهم للساعه. من بعد يعني تم حل محاوله ديال واحد المجموعه ديال الساكن وهاد المناضلين من اجل باش يعاودوا هما ينظموا ريوسهم في اطار قانوني على شكل يعني جمعيه، ولكنهم تعرضوا لواحد المجموعه ديال المضايقات واحد المجموعه ديال الاكراهات اللي تبين مؤخرا انه كان من وراها واحد المجموعه ديال المخططات جايين على اساس انه استنزاف ما بقي من الثروه المائيه ديال المنطقه، الا وهي يعني تجميع ديال المياه ديال هاد الواد على شكل يعني قنوات مائيه وما يسمى بالغوتاغوت وما يعرف بالمشروع ديال جي ان. في الاول كان يشاع بانه راه غادي تصرف فيه واحد 18 مليون تركيب اللي هي مخصصه للسافله ديال السد، وفي يعني في هذه الاواخر تبين بانه راه الناس ديال اولوز ما غاديين يستافدوا من هاد 18 مليون تركيب من الحقينه ديال السد، انما هاد الناس كيخططوا باش يجمعوا هاد المياه المتبقيه في الواد باش يدوها للضيعات الفلاحيه الكبرى. ومصير ديال المنطقه ديال اولوز اننا من بعد واحد 12 عام تقريبا ولا 15 عام اننا نوليو نحفروا بير، حنا مكلنا موالفين اننا نحفروا 8 د الامتار و10 د الامتار، من هنا لواحد 12 عام ان شاء الله راه ممكن نحفروا 60 متر و70 متر ولا حتى 80 متر ولا حتى اكثر وما نلقاوش مازال الماء.